السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير هانيين. هما هادوك 5 5 شتا وات هاد النهار. قلت والله الا جلست في الدار نخرج وربي كبير. ومخرجه معايا هنا يانيس. بالنسبه لي يانيس البنات راه كنحطو هنا حدايا، من اللي ما كيكونش معايا الدراري اسلام ولا شي حاجه كنحطو هنايا حدايا، وكندير ليها البنات السمطه. عندنا لو دغوا هنايا في اوروبا نحطو لي بيبي حدانا. شتاوات كما قلت لكم خيط من السما. قلت والله هاد النهار ما نجلس في الدار، ما عندي مورال لا نشقى ولا نطيب حتى شي حاجه. جبت معايا هنايا غير وجين. اسلام قال كيلعب البلاي ستيشن مع صاحبه. قلت له يلا. قال لك لا ماما ما فيه ما يخرج الشتا، وانت كتمشي وخاصك تدوري. كتعرفوا الدراري بحالهم بحال الرجال، انت خاصك تمشي للاكسيو وخاصك تقلبي وخاصك، هو خاصو صافي يشري غير السقاطه ويجي في حالاته كيجري، ما يدور لا هكا ولا هكا. وانا اختي راه عزيز عليا الدوران. النهار اللي كنكون مهمومه مغمومه كنجي لالا اكسيون. لالا اكسيون كيشاطوا عليا شي ريالات. لا 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 صافي، هاد المره اختي ما غادي نشري حتى شي حاجه والله ما نكذبش عليكم. عيقت المزابي يدور ويعيرني بما عن اكسيون. قال لي وما تصدى وما درتي بهم حتى شي حاجه، بدات توكلينا فيهم، ما انت تحطيهم ما شري وخشي في البلاكارات، امسعد البلاكارات صافي. لا ما غاديش نشري، خاصني اختي شي برودويات ديال الكوزينه اللي كناخذهم ديما من اكسيون. وخاصني اختي الديسير، خاصني الديسير. دابا مشيت لرومو باش ناخذ الديسير. خاصني التفاح كنطيب ليا نيس دابا الكومبوط في تيرموميكس واعر والله يا خوتي. ما تشريو هذا ما تشريوش الكومبوط لوليداتكم، بالخصوص الناس اللي عندهم تيرموميكس طيبوه لهم اخوتي في تيرموميكس. ويلي 10 دقائق حك ديال زلافه قداش، بالخصوص الا كثرتي. انا كندير غير جوج تفاحات وبعويده وحده الا كانت عندي، ولا ما كانش عندي بعدي بعويد كندير غير التفاح. وكيجي اختي علام زوينات والله، ينعلبوا الكومبوط ديال لي ماكازا. تكلي وليداتك حويجات طبيعيه. المهم انا كتبان لي هنا الدنيا بحال لا خاويه، ما كاينش طوموبيلات بزاف. ياك ما خويتي جات معطله واليوم عندهم العيد، واليوم راه عندهم معا وشرين هما. المهم انا غادي ننزل وهانتوما معايا. انا البنات انا دخلت هنايا الاكسيون كيف ما كتشوفوا. شوفوا هذا هو الجديد اللي دايرين. هادو الصراحه مزيانين دايرينهم، على مزويناتهم. وكاينين هنايا اليوم غادي يسدو بكري، ما عندي صافي فين ما نجي الاكسيون نلقاو ما يسدو بكري. يعجبوني البنات هادو، مي صراحه ما بقيتش باغا ناخذ دابا. البنات كلشي في كومونتيراتنا اللي كندير حوايج اكسيون. كوثر ما تبقيتش تاخذي كوثر، عيطي اطرح لي بلاتي تسناي. وما هادو لقيت جوج، هاد السفرين هادو اللي كنقلب عليهم البنات هادو لقيت غير جوج. قسما بالله لقيت غير جوج في السفر. واش كاينو نورمالمون كل 3 ايام 4 ايام كنجي، وما عرفتش اختي كيفاش هذاك لقيت غير جوج. وكنصيفط بعد مره عبد الرحيم وما عرفتش زعما ما لقيتهمش ولا حطوهم وطاروا بهم. والله الا لقيت غير جوج وباقي خاصني دابا جوج. كل مره غادي نبقى نقلب عليهم انا وهما والزمان طويل. شوفوا البنات هنايا الفراشات. دابا غادي نتلاح الاكسيون ديال هادي ديال رومو ما فيهاش. شوفوا المخدات البنات كيفاش دايرين، على مزويناتهم والله الا على مزويناتهم واعرين. المهم داكشي. شوفوا هادو عاوتاني في السومو صراحه زوينين. كاينين هاد الدايرين هادو غلاضين، هادو ماشي هادوك الرقاقين صراحه. هادو زوينين، انتما غلاضين. تكون عندك شي تفريش هكاك بيت الناس. انا هادو اكثريه كيعجبوني صراحه بيت الناس، وما نكذبش عليك عجبوني هادو. ما بغيتش ناخذهم وخفت ندم عليهم حتى نمشي للدار ويبقى فيا الحال عليهم. والله عجبوني. شغادي نقول لكم اخوتي، ما طلعت في هاد الدروس حتى شاد عليا سيدي ربي الحبيب قسما بالله. طلعت يانيس ولوجين وعاد هبطت عاوتاني للتقاد. ياك كرهت هاد الدروس، كرهت شي حاجه سميتها هاد الدروس اقسم بالله. تكوني ساكنه في تخوازيام ايطاج ما كاين لا سانسور لا حتى شي حاجه، والدروج واقفين وطلعي وتهبطي وطلعي وتهبطي، راه قلبي قسما بالله كيضرب 10000%. المهم انت هاد الخفه اللي كانت عندي ثقيله. هي ناري، هي ناري اقسم بالله. الا السخفه السخفه السخفه. شوفوا خوتي الميه حتى الما سالا. المهم البنات كيف ما شتوني اكسيو ما دورتش فيها بزاف، قال لك تخرجوا عندهم الحفله ديالهم غادي يسدوا بكري.
ولي ماكازان كلهم كنت باغا ندوز لوكلير مشيت لرومون مشيت حدي حد تركي حتى اكسيون الاخرى مسدوده دوزت وحدها مسدوده ولوكلير حتى هو مسدود سدو اليوم كلشي سد بكري على ود الاحتفالات ديال راس العام ديالهم عندهم اليوم وهكذا بالنسبه لاكسيون انا هادشي اللي داني يعني قلبي باقي كيضرب اكسيون هادشي اللي داني لي هانت وخديت خديت اوريو كاينه هنا بوجين في الطريق هادشي اللي خلاني الاكسيون بنات احسن برودويات دابا عندي من اكسيون هما هادو عاوتاني سيري قولي اختي واش كيعطيوهم لك فابور اختي هادشي كنمشي لاكسيون كنخلصو بفلوسي اي واحد بارطاجي لكم شي حاجه ما كتقولوش الله يرحم الوالدين كتقولوا راه هادي واخداها فابور المهم هذا اجاكس هذا واعر البنات واعر انا ما كيخطاونيش دابا هادو بجوج هذا البوطه ولا بافون والدوش داكشي كامل اللي كيكون غري الومنيوم كيصلح ليه هذا ها هو البوطه عرفتي كيخرج الريوس عرفتي كيشعلو كيشعلو وهذا ما كيخطانيش البنات بالنسبه للطواليت بالنسبه للدوش لا بافو مهم واعر البنات وفيه حتى هو جافي وفيه واحد الريحه غزاله غزاله عرفتي ملي كتحكي به الطواليت الريحه كي كتبقى فيها ولا الدوش حتى هو كيفاش كتبقى فيه يعني هذا حتى هو كنحك به الدوش كنحك به الرشاشه الروبيني اي حاجه كتكون فيها الومنيوم هكا حكوا بها واعرين البرودويات لقيتي حطيتي من الزهر من الزهر من الزهر لقيت غير هاد الجوج هاد ما عرفتش وقتاش حطوهم انا كل 3 ايام هكا كنمشي وما كنلقاهم الكري موجودين وهذا الكري عرفتي موجودين راك شفت تبارك الله شحال ديال الكري موجود ولكن هاد الدوغي هذا ما كاينش يعني لقيت هاد الجوج قلت اختي اللهم هاد الجويجات نخطفهم ولا بلاش باقي دابا خاصني جوج باش نكمل السيري ديالي مع داك المرايا باقي خاصني جوج صافي خديت هذا كان باقي لي واحد الصراحه خديت انا غير واحد هادو كنديرهم حاجه كون في الطواليت في لاشاس ملي كتلقي لاشاس كتهود معها الرغوه وكيهوك الريحه الريحه فيها واعره البنات وخديت لهم هنا البوب كورن ضروري شي هاد التخربيق هذا في اكسيون والله ما تخرجي بقل من 23 24 الاورو غير هاد التخربيق هذا صافي هنايا من جنوان قالت لي ماما يا ماما اندومي ماما اندومي انتما كناخذهم هذا الخضره كيكون حلال يعني ما فيه لا دجاج لا لحم لا والو كيكون هذا غير الخضره انا ما عنديش معاهم الدراري كيتحمقوا ما عرفتش شنو كيعجبهم فيه انا ما عنديش معاهم الدراري يعني هذه هي ما كلتهم اش كيبغي هنا الحبيبه جبت هنايا الليمون ويمينات واش من الويمينات واعرين هانتوما كيما كنقولو حنايا النافل هذا داير له اورو 49 بغيت نصور لكم عند تركي ولكن ما شاء الله ما شاء الله عامر 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 تلوحي البرد جاي عند راس بلاد بخصوص الكوار دابا لي ماكازان كيسدو واكثريات مثلا الكوار كيمشيو تقداو عند تركي بزاف حيت عنده داكشي خاص مثلا بحال لي فخوي رخاصي الصراحه المنظارين داير ليه جوج ديال الاورو الوينينات على المعلم زويناتهم باقيين كيما كنقولو حنا بالورق ديال ملي كنمشيو نشريو الماندارين كاس كتصيفطني ماما تقدا كتقول ليها جيبي الماندارين ولا الليمون يكون بالورق ديالك باش تعرفوا زعما راه ماشي ديال الفريكو اختي جبنا خوتي التفاحات التفاح هو داير ليه اورو باش غادي نصاوبو اليانيس في كومبوت هذي اختي ضروري العشق ضروري ضروري وهنايا البنات الكاكي حتى هو هنا البنان حتى هو دابا يانيس كان معس ليه هكاك بنانه مزيان وجبت هنايا اختي داك القسطال البلوط هذا غادي نسلقو دابا هنا دابا غادي نجمع هادشي وغادي ندوز غادي نصاوب الكومبوط وغادي نوريكم طريقه تحضير الكومبوط يعني اللي سهله 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 لواحد الدرجه يعني ما تصوروش في الثيرموميكس وكتوكلوا وليداتكم يعني حاجه صحيه نجمع هادشي وهنا معاكم هنا البنات صافي دابا غادي ندوز نطيب الكومبوط ديالي هو هذا هانتوما شوفوا ها هو كومبوط بوم بوار ميل يعني كديروا فيه التفاح والبعويد انا عندي البعويد الا ما عندكمش البعويد يعني ما كديروش يعني ماشي ضروري ديروا غير الكومبوط ديال التفاح غير انا عندي قلت اري غادي نديرو هنايا غادي ندوز دابا غادي نقادو هنا قال لي ديري جوج ديال التفاحات ويكونوا مقشرين ها هما جوج ديال التفاحات
قشرتهم وقطعتهم. هنا قال لك عاوتاني لي بواغ تا هما البعويد يكونوا جوج تا هما. هنا قال لي ديري واحد ساشيا ديال الفاني، واحد معلقه صغيره ديال العسل، ما كنكثرش انا العسل حيت هذا فيه درتو ليا يعني حماق عليه عرفتي. انتم شوفوا العسل قداش غندير حيت البعويده البنات راه حلو. انتم شوفوا نص معلقه، نص معلقه ديال العسل مع ساشيه ديال الفاني هكا باش عاوتاني ما يجيش حلو بزاف. كنأكد لي عندنا التفاح ديري يعني غير التفاح بوحديته. هنا اللي زوينه البنات في ثيرموميكس، وباقا كنقولها لكم اللي بغات تاخذ ثيرموميكس يعني تواصل معايا. اللي زوين فيه ان حتى البنيتات اللي ما كيعرفوش هكا كيطيبوا ملي كيكون عندهم ثيرموميكس، يعني انا واحد السيده خديته من عندي قالت لي والله انا خديته على قبل بنتي هكا باش عندها 14 عام، قالت لي باش تعلم هكا كطيب فيه. قالت لي كيجيها دابا فاصل راه وصلها وكل شيء مزيان. قالت لي كنكون خارجه قالت لي كنعيط لها كنقول لها امل عافاك طيبي ديري لاباتا بيتزا، قالت لي كتنوض كتصاوب بات بيتزا غير هنايا. قالت لي عاد كنجي انا نعمرها ولا لا قلت لها ديري لي لاسوب، كتكون هي خدامه خصوص دابا في العطله. قالت لي كنعيط لها كنقول لها واش دير لها بنتي لاسوب واش دير معاك لاسوب، كتدخل كتقاد هنايا لاسوب، يعني كيجيهم ساهل ما يعيطوا على لا والديهم لا والو. هنا كيعطيك العبار كيعطيك كلشي بحال دابا هنايا درت دابا كلشي. قال لي ديري ساشي الفاني واحد معلقه صغيره ديال العسل، انا درت غير نص معلقه صافي. غادي ندير سويفون صافي. هنايا كيقول لك سدي القفاله مزيان، انا سديتها. هنا غادي طيب 10 دقائق على فيتيس 2، ها هي 10 دقائق غادي يكون عندي الكومبوط ديالي واجد نظيف. هذه انتما غادي تشوفوا معايا هانتوما البنات صافي دابا كملات 10 دقائق راه كيطفى راسو كيبقى يصوني هكا باش تفيوه. هنا غادي ندير دابا سويفون وغادي نطحنو هنايا على فيتيس 8 ميم با 15 سكوند. هانتوما تشوفوا شحال بقى بالخف 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 كتحصلوا على كومبوط كيما قلت لكم. شوف هاد الحبات كيفاش ناضت لي هنايا عجيبه. الكومبوط ديالك واجد غير يبرد وعطيه للوليدات. هانتوما تشوفوا علاش كنقول لكم البنات الثيرموميكس راه عملي، يعني كتستغني على جميع لي غوبو اللي عندك في الدار، كيبقى عندك غير الثيرموميكس بوحدو. واللي بغات تواصل معايا تواصل معايا، النمره ديجا مخليها لكم، غادي نخليها لكم ايبانغلي. هانتوما اختي حاسو غير يبرد اختي. شوفي لكم هنايا راه كميه كثيره هنا ديال الكومبوط عرفتي ولدي ما شاء الله عرفتي هذه شحال ياكل فيها. هنا دابا حتى الدراري الكبار وليت كنت غير لوجين كتقول لك ما بغيتش البواف، كتعيق بها الخنزه كتقول لي لا ماشي غير هذا بوحدو، غير التفاح بوحدو. بلا جبت لهم التفاح عاوتاني اسلام ولوجين نحط هذا يبرد ونصوب لهم عاوتاني ديالهم زليفات هكا كيختي كياكلوا حويجات طبيعيا. والله يا البنات كي داير كي داير. غنجيب هنايا هنايا زليفه الخويفه ها هو باقي لي هنايا يا زلافه عمرات باقي لي هنايا، ما حدو كيبرد ما حدو كيعقد. هانتوما شوفوا الكومبوط هذا اليانيسو واعر البنات، كومبوط طبيعي ديال الدار ما فيها اختي لا مواد كيماويه ولا حتى شي حاجه. ما قلنا حتى واحد لا حلال ولا حرام، هانتوما طيبنا حداكم. علاش كنديروا فيه هنايا المعلقه ديال داك الناس معلقه ديال العسيله وفاني باش كيحل لي حتى الوليدات هكا كيبغيو ياكلوه. انا يعني تبارك الله كيبغي لواحد الدرجه عرفتي ملي كنعطيها هكا بالكومبوط وليداتكم علموهم ياكلوا بالمعلقه. داك النهار كنت لك وتشاركي معنا الوصفات ديال يانيس ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. صوبه حتى هي كنطيبها لي غير هنايا لا سوب ديالو، ها هي كطيبت في الغداء الناس، ها هي لا سوب ديالو شربناها حنا كاملين ماشي نكذب عليكم نقول لكم راه غير ديال يعني واحد لاسوب واحد لاسوب واعره واعره واعره. فيها الخضره كامله، فيها الفخوماج، فيها الكريم فريش يعني وفيها خضيرات كاملين يعني هكا الوليدات كياكلها ما شاء الله. دابا ما بقيتش كنديرها ليه في الرضاعه هكا جاريه، وليت كنحاولوا يتعود
سمحوا لي يتعود ياكل ليا بالمعلقه. وفعلا في الاول كنت في الرضاعه في الرضاعه قلت ويلي ندير الغلط كيف ما درت مع اسلام في الصغر كنت كنعطيه غير بالرضاعه. تصوروا بعض المره دانون ما يبغيش ياكلو هكاك، ولكن الا درتي ليه مخطتي ليه مع شويه الحليب يشربوا في الرضاعه. ما كنتش مولفه المعلقه، كتعرفوا الوليد الاول داكشي ما كنتش مولفه المعلقه بتاتا وتعذبت معاه في الماكله كيبغي كلشي في الرضاعه. وتصوروا البيصاره كنت كنطيب البيصاره كنطحنها ونديرها ليه في الزيت البليه ونعطيها ليه في الرضاعه، ما يبغيش ياكلها ليا هكاك بالمعلقه. تعلمت في لوجين ويا اسلام كنت كنجلس كنوكلو لوجين. دارت 6 شهور مي بقات تجلس في الكرسي كنعطيها تاكل الراسه حتى تشبع هي الراسه. ومعذور الناس تما كيقول لك راه الوليدات يدهم كيشبعوهم كثر. يا اسلام الوليد الاول وكليه عندك ورا تدر عامين وانا نجلس نوكل فيه حلف امك هذه. وفلوجين تعلمت عمرني جلست وكلت لوجين على الطبله كنخليها تاكل بوحدها، كنحط لها داكشي فوق الكرسي ديالها وتاكله تما تجخلط تجمط. المهم كتنوض شبعانه وكتاكل. نمسح داكشي ننظفو وصلات عندي داكشي اللي غادي ندير عاوتاني ليانس. انا علمتو دابا المعلقه حتى الصوبه ما كنتش كنديرها لي في الرضاعه. دابا الرضاعه غير الحليب، غير الحليب بوحدو ينقلس كيجلس في الكرسي ديالو كنوكلوه بالمعلقه. حتى انا معسل ليه فرماجه هكا كنعطيها ليه بالمعلقه. درت ليه بطاطا مع شويه د الحليب وشويه الفرماج كنعطيها ليه بالمعلقه. دابا ولف ليا المعلقه صوبات وداكشي حيدناهم دابا من الرضاعه. دابا هذا الكومبوط نخليه دابا يبرد ندير ليه عاوتاني الزيته ديالو صغيره. وتما باقي راه كنسد عليه كندير ليه السوليفان وكنخشي في الثلاجه. بحال هذا هذه يعني راه ياكل فيها 3 ايام ولا 4 ايام حيت باقي هنايا في البول. المهم الكوميدات هادشي اللي كان كنتمنى الافكار ديالي يكونوا كينالوا الاعجاب ديالكم، يعني كنقدم لكم محتوى زوين. وبطبيعه الحال هنا راه درت البلوطي اختي ولا الفستان درت ولا الشاطه شاطر درت هنايا كيتسلق اختي باش ناكلو سخون مع الزفيرة. ما نعاودش لكم كنوض مقوفله ما كنقلبش على العشاء ابدا. بالنسبه للناس اللي بغاو يتابعوني في تيك توك راه كل نهار كندير لايفات مع العشره ديالي. اللي بغا تدخل عندي تيك توك راه غادي نخلي لكم في صندوق الوصف تيك توك ديالي كيتصلوا معايا بنات كنناقشوا مواضيع اجتماعيه كيكون واحد الجو زوين مع الناس. والله العظيم في تيك توك اللي بغات تدخل معانا ولا اللي بغات تفرج في اللايف ديالي مرحبا وألف مرحبا. يوميا كنديرو مع العشرة ديال أنا غادي نخلي لكم تيك توك ديالي في صندوق الوصف وغادي نخلي لكم إيطاين ليها هكاك باش اللي بغات تدخل عندي التيك توك وتأبونا معايا في تيك توك. تيك توك وليت فيه أكتيف بزاف كتر من هنايا كتر من يوتيوب. المهم الكبيدات هادشي اللي كاين أخوتي إلا عجبكم المحتوى ديالي متنساوناش باللايكات ديالكم وليكومونتيغات. يلاه الكبيدات هلاو لي فراسكم إلى فيديو قادم إن شاء الله.